في عز زمن المعجزات وتأييد ربنا سبحانه وتعالى للأنبياء والصالحين بأحداث خارقة عشان يعينهم على أداء رسالتهم، لكن لما تيجي ناحية طلب الأرزاق يطلب منهم يعملوا اللي عليهم وياخدوا بالأسباب. الأخذ بالأسباب هو فعل الإنسان ما يجب عليه من المجهود للحصول على ما يريد من النتيجة، سواء النتيجة دي كانت رزق مادي، فلوس أو مقتنيات، أو رزق معنوي، سعادة أو حب الناس. شوف تأييد ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا موسى بمعجزة انشقاق البحر ونجاة بني إسرائيل وغرق فرعون، لكن وهم في وسط الصحراء برضو سيدنا موسى هو مع بني إسرائيل وقت ما يبقوا عطشانين وعايزين يشربوا، وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. لو عايز تشرب أبذل ما في وسعك، لأن الشرب ده من الرزق، من السعي على الرزق. شوف الأدوات اللي معاك حتى ولو انقطعت الأسباب من الصحراء، الصحراء شكلها ما فيهاش مية، إيه اللي معاك؟ العصاية. استخدم الأدوات اللي معاك وشوف ربنا هيعمل معاك إيه. أول ما يضرب بعصاه الحجر يستثمر القدرات اللي في إيديه، ربنا يفجر له المياه من تحت رجليه. السيدة مريم في ألام الوضع المنهكة وبعد معجزة ولادة سيدنا عيسى بغير أب وعايزة تاكل، ربنا يقول لها وهزي إليك بجذع النخلة، مدام عايزة تاكلي ده رزق، اعملي أي حاجة حتى لو منتهى البساطة والضعف، ابذلي ما في وسعك وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنية فكلي واشربي وقري عينا. النبات الشيطاني في الصحراء لا يؤكل، عشان تاكل لازم تزرع بأيديك، وربنا هيأيد مجهودك ده. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تحرثون يعني تحط البذرة في باطن الأرض، أما أأنتم تزرعونه يعني أأنتم تنبتونه أم نحن المنبتون؟ أنت مش بتنبت حاجة، أنت بتحرث والله اللي بينبت. أنت لا تستطيع إخراج الشجرة من البذرة، لكنك تستطيع وضع البذرة في الأرض وسقياها، وعلى الله النتيجة. وده السر، خد بالأسباب على قدر استطاعتك وربك هيعطيك بحكمته ورزقه هو سبحانه وتعالى. وسعيك لطلب الرزق وأخذك بالأسباب هو عملك الذي ستحاسب عليه، أما النتيجة فهي رزقك المقسوم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ولأن سعيك هو اللي هتتحاسب عليه نزلت الشريعة تقول لك اسعى بالأسباب الحلال، لأنك تتحاسب سعيت إزاي ومن حلال أم من حرام. فاللي بيسعى لطلب الفلوس اسعى بإتقان وبأمانة وهيوصلك رزقك المقسوم، وتجازى عليه حسنات في الآخرة، ودي أعلى درجات التدين، الاجتهاد في الدنيا سعيا على المال الحلال. على فكرة ممكن تسعى على المال والأرزاق بالغش والانتهازية وأكل الحقوق وهيوصلك رزقك المقسوم، لكن بكرة يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون. كنتوا بتنصروا بعض على السرقة والفساد في الدنيا، مش بتنصروا بعض دلوقتي ليه؟ أمام الله مستسلمين. عشان كده مش بس الأرزاق المادية، كمان أرزاق كسب قلوب الخلق. لو عايز تكسب قلب حد خد بالأسباب اللي ربنا وصفها لك في القرآن، وهي الإحسان. ولو مصدق ربنا هتشوف قد إيه هتفرق معاك في العلاقة. شوف ربك يقول ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما تصفون، يعني خليك دائم الإحسان حتى ولو قوبلت بالإساءة في مرحلة من حياتك. ومهما قلت ربنا أصلا أنت ما تعرفش ربنا بيعملوا إيه، ربنا يقول لك نحن أعلم بما يصفون، كمل أنت في إحسانك. وهو ده سعي الآخرة إلا تؤجر عليه، الأخذ بالأسباب من حلال. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، هيشكرك بكرة لو اجتهدت في الطريق الصح. فاللهم ارزقنا الإحسان في الأخذ بالأسباب.
ومن علينا من واسع عطائك يا كريم يا وهاب.